الخبيرة والمستشارة بالشؤون التربوية دكتورة ندى معوض بتنضم لإلي هلأ. لا نحكي أيضا عن عودة الأولاد للمدرسة وشو بدها ترافق هالعودة من تحضيرات. بنعرف أنه هناك العديد من التحضيرات إن كان اللوجستية والنفسية والاقتصادية وأيضا الصحية بسبب أزمة كورونا، يلي الكل لازم يتعاون على أنه تكون هالعودة هي عودة آمنة للطلاب، بنفس الوقت آمنة بالنسبة مستقبلهم الدراسي، من خاصة بعد انقطاع ومن بعد فترة طويلة من التعليم عبر أونلاين، مع كل التحديات يلي أيضا رافقت هالمرحلة ومع كل شكوى الأهل على مدى جدوى أو عدم جدوى هالنوع من التعليم، ومدى إذا بدك جهوزية الأطفال لأنهم يرجعوا أيضا للمدرسة بسلام وبأمان. دكتورة معوض صارت معنا، صباح الخير. صباح النور ميلاد، كيفك صح. اليوم ماشي الحال؟ ماشي الحال، كثر خير الله. لاحقك من الثلاثة للجمعة؟ أنا اللي لاحقتك. دكتورة معوض، كنت بدأت مع زميلتي ماريات الموضوع إذا بدك التحضيرات للعودة للمدرسة، واتفقتوا أنه تكملوا هيدا الموضوع لأنه يبدو مثل ما قلت أنه التحضيرات كتير وبدها تاخذ أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد لفعليا عن جد نحكي عن عودة آمنة للأطفال على المدرسة. تفضلي. أنا برجع بكرر كل يلي عم بقوله ميلاد وعم طالب فيه، إنه ما نكون عم نعيش تلاميذنا وطلابنا، يعني هيدا عم بطلبها من المجتمع، من الوسائل، من وسائل الإعلام، ما نعيشهم بجو إنه ممكن نفوت وممكن ما نفوت. خلينا نكون عم نحكي، عم نحضر للفوت بطريقة إيجابية. برجع هون بقول نحن الأولاد يلي بدهم يدخلوا للمدارس السنة هن عم بيروحوا بعد سنتين انقطاع، يعني جسمهم حتى أنا بلشت وبقول لك بعرف من التلاميذ اللي عندي، الجسم بعد ما تعود على نمط إنه نرجع نقوم بكير نظهر من البيت نكون قاعدين بالمدرسة مش بالبيت مش على راحتنا، يعني الجهوزية البيولوجي تبع الاولاد لازم يرجع يتعود على نمط المدرسه يلي هن صار لهم تقريبا من شباط 2020 نسيوه، ما عادوا راحوا على المدرسه، ما عاد عندهم هيدا النظام ساعتين صف بنرجع في ساعه فرصه كان بين كل كور وكور الدوام. وقت اللي كنا عم نعلم عن بعد قلنا انه ما فينا نكون مثل الصف ساعة أما 40 45 دقيقة أما 50 دقيقة، الحصة كانت عم بتكون أقل، كانت عم توصل ماكسيموم لل 40 دقيقة. هيدا الشيء كمان لازم كأساتذة يكون في انتباه له، لأنه بدنا نرجع نعود هالتلميذ يلي أخذ عادة إنه يكون الصف أقل، يكون هو قاعد ببيته، يكون هو مرتاح وعم بيتابع من ورا الشاشة، وإذا إجا عباله يشرب يشرب، واجى على باله ياكل ياكل لقمه هو عم يتسمع على الاستاذ. فهون هيدا النظام البيولوجي لازم يرجعوا كمان الاهل يساعدوا المدرسه فيه انه يبلشوا يعودوا الاولاد انه يناموا بكير، يقوموا بكير على الساعه 6، لانه القوم بكير هي ضروريه لنقدر نكون الساعه 7:30 8 الا ربع او 8 بكامل نشاطنا موجودين بالمدرسه. فهيدول القصص لازم نرجع نبلش، اذا بدك تقول فيزيكمون نحضر التلاميذ على الرجعه جسديا، نحضرهم للرجعه على المدرسه. طب قبل ما نتابع، هل في شيء لاحظتيه ثاني لان هيك تناخذ من خبرتك لانك بداتي، هل في تغيرات اخرى لمستيه عند الطلاب يلي رجعوا على المدرسه غير اذا بدك هالتركيز هالانضباط؟ هل في شيء لاحظتي انه من بعد غياب اكثر من سنه عن المدرسه بشكل العادي الاولاد عم بيتصرفوا؟ هل في سلوكيات مختلفه؟ شغله لاحظت فرح عندهم، مبسوطين انه رجعوا على الصف. في تلاميذ كنت علمتهم السنه الماضيه عن بعد، السنه عم بعلمهم حضوريا، هن حتى قالوا انه بالحضوري مبسوطين اكثر، مرتاحين اكثر، في رجعت هالعلاقه الانسانيه مع الاستاذ. فما تتخيل
الفرح يلي عند التلاميذ يلي رجعوا على المدرسة. وهون برجع بشدد حرام نحرم أولادنا، نحرم الجيل من هالعودة، من هالحياة الصحية. لأنه المدرسة منا فقط تلقين معلومات، المدرسة هي نظام حياة، هي تربية. التربية ما بتتاخد فقط بتلقين المعلومات عن بعد، نحن بحاجة نكون موجودين نحن وياهم بنفس المكان ونتحدى كل الظروف يلي عم تمنع من أزمة المحروقات، الأزمات المتتالية، الأزمات الاقتصادية. كل حدا بده يضحي شوي، الأهل بدهم يضحوا شوي، الأساتذة بدهم يضحوا شوي، المدرسة بدها تضحي شوي. بس في جيل ممنوع بقى ينقض عليه بتعليم عن بعد، هو بحاجة يكون يرجع عم بينخرط بالمجتمع وعم بينخرط بالنظام التعليم يلي نحن كنا نعرفه، مع الاستفادة من التطور يلي صار آخر سنتين. ويكون في عنا إذا بدك تقول عم نستعمل كل هالوسائل، كل وسائل التعليم يلي دخلت علينا من تيمز، من كانفاس، كل هالمنصات يلي هي أساسية ويلي هي بتساعد المعلم والمتعلم بعملية الدراسة والتعليم. على كل حال يمكن دكتورة معوض ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي أنه التعليم ما رح يعود بمثل وقته السابق، وهالتفاعلية اللي صارت بسبب هالمنصات أو بسبب هالتكنولوجيا اللي استخدمت خلص صارت هي مثل ما بيقولوا من ضمن التعليم، جزء لا يتجزأ. وهالبلندنج أو إذا بدك هالخلط بين الطريقة خليني أسميها التقليدية أو الطريقة الجديدة والمستحدثة هي رح بتكون مستقبل التعليم، صحيح؟ يعني أول شيء هيدا. تاني شغلة، بنعرف نحن السنة ظروف اقتصادية قاسية على الأهل والطلاب، مشان هيك طلبت منهم أنا أنه ما يكونوا عندهم كتب، عم بعطيهم الكور تبعي بي دي اف، وكثير مرات عم بطلب منهم يتواصلوا معي بالرسائل الإلكترونية بشكل لنكون عم نوفر على الأهل حتى قرطاسية، عم نوفر عليهم دفاتر كتب، عم نوفر دفاتر. مش بس عم بحكي هون اقتصاديا، كمان بيئيا، هيدا تطور مهم. لازم كل استاذ يكون عم يعرف يستفيد من هالمهارات اللي اكتسبوها التلاميذ وهالمعرفة اللي صارت عنده بوسائل التكنولوجية، بوسائل التواصل يلي هي كلها منصات تعليمية مخصصة للتعليم، انه نكون عم نساعد الاهل كمان. عندنا اذا بدك تقول نظره شفقه عطف معهم، عم نحس معهم، عم نخفف المصروف يلي رح ينتج عن العوده الحضوريه بانه نكمل التواصل الالكترونيا. انتشر على الفيسبوك من كم يوم هيك نص بفتكر كتبه احد الاساتذه، ما بقى ذاكر اسمه لانه نوجه له تحيه، عم بيقول انه انا هالسنه رح معلش رح يكون في كتاب من سنة الماضية، ورح إذا كان في كمان تلميذ عنده ورك بوك معها الإجابات رح أقبل فيه، ورح أتساهل مع الطلاب بهيدا الإطار لأنه يمكن يلي عم تحكيه. هيدي جهوزية أو إذا بدك هيدا الاستعداد ما له علاقة في الطلاب، لهم علاقة في الأساتذة. نعم، هن كمان يكونوا عم بيلاقوا إذا بدك الأساليب الفعالة والبناء مثل ما قلتي الأقل كلفة. شو رسالتك اليوم للأساتذة يلي ما بنخفي أنه هن كمان منهكين وتعبانين وعندهم أزماتهم وعندهم كمان تحدياتهم؟ ميلاد، كل العالم عندها عايشة هالأزمة الاقتصادية. الأساتذة هن أشخاص عايشين الأزمة مثلهم مثل غيرهم، وفي كثير اساتذه عم بدهم حب يحطوا انه بدهم يعملوا اضراب، انه ممكن ما يكون في ما يفوتوا يعلموا اذا ما اجاهم زوده. انا هون بدي وجه من عبر شاشه الجديد نداء لكل الاساتذه. انا هلا عم بحكي كأم قبل ما عم بحكي كاستاذ. انا بين ينزاد على معاشي مبلغ معين يلي رح بيدوب بالغلا ورح بيساهم بتضخم، بين اربح مستقبل بنتي يلي فايت السنه تتعلم عندها ترمينال، لا انا بنقي اخسر مصاري وبربح مستقبل بنتي. وعلى صعيد انا كمعلمه على صعيد الوطن، اذا خيروني بين مبلغ على معاشي وبين انه اكون عم بنقذ سنه دراسيه لجيل، لا انا بستعد ضحي بهالمبلغ، لانه بعتقد ما رح يكون رح يعمل هالفرق الكبير. يمكن بحصة بتسند خيابي، انا ما عم بقول لا، ما عم بحكي انه ما عم بحكي بالمثاليات، بس هلا نحن موجودين قدام خيار كثير صعب.
أو بدنا نتمسك بمطالب محقة والكل لهم حق فيها، وفي كتير أساتذة في إشحاف بحقهم وصار لهم 3 سنين في إشحاف بحقهم، بس نحن هلأ بمعركة. إذا أخذنا القرار إنه ما نعلم، الضحية رح بيكونوا التلاميذ أول شيء، وتاني ضحية رح بتكون المدارس، لأنه في كتير أهل معتبرين إنه إذا ما فتحوا المدارس السنة بلبنان هن مسجلين بقبرص، مسجلين ببلدان أخرى، بدهم يروحوا لينقذوا سنين دراسة أولادهم. فالأهل بقول لهم بليز اللي بدكم تدفعوه برا ساهموا فيه، دعموا فيه مدارسكم. للأساتذة أنتوا لازم تفكروا إنه أنا في عندي هالمبلغ يلي ممكن أخده زيادة، يمكن ما أخده، يمكن بعد شهرين ثلاثة الدولة تعطيني إياه وأقدر أخده، بس ما نكون الضحية الطلاب وما يكونوا التلاميذ وما تكون ضحية السنة الدراسية. يعني أنا بين مبلغ زيادة وبين سنة دراسية لأولادي، لا بنقي السنة دراسية لأولادي لو شو ما كانت الثمن، ولو كنت أنا بدي أدفع لا بنقي أنقذ سنة دراسية لأولادي، لأنه العلم هو الوسيلة الوحيدة يلي بتخلينا نطلع من الأزمات، يعني بتخلينا نتخطى الأزمات اللي نحن فيها. هلا في طرف ثالث كمان لازم يكون عندك له نصيحة، وإلا هلا المشاهدين بدهم بيقولوا ليه ما حكيتوا عن إدارات المدارس يلي البعض يعني بتعرفي بيشتكي إنه بسنوات ماضية أنتم عاملين مصاري تنكون شبعانين مثل ما بيقولوا، هي على اللبناني أوريدي في بمخزونكم، أوريدي تجارة التعليم تجارة مربحة، معلش اسمحي لي استعملها، لأنه شفنا ببعض المحلات يعني تحول الموضوع إلى أنه يكون تجارة. لهالإدارات شو رسالتك لإلهم؟ لأنه كمان ما تنسي أنه هودي مؤسسات ما فينا نقول يعني ما بيبغوا الربح، في أرباح كانت عم تنعمل من خلال التعليم، تنكون واقعيين، شو رسالتك لإلهم؟ هون كمان كيف الأساتذة الإدارات كانت عم تاخذ كثير من الإدارات كانت عم تاخذ مواقف إنه لغية الكوستيم السنة، ما في الكوستيم مش إجباري، زي المدرسة مش إجباري، عم بتجرب قد ما فيها تكون عم تتعاطى بنفس الإيجابية مع الأساتذة ومع الأهل. يعني هون أنا يمكن ما بدي أعلم الإدارة شغلتي مش إدارة، شغلتي تعليم، بس أنا بشوف إنه يمكن كلمة حلوة من الإدارة، أما تعاطي إيجابي بين الإدارة والأساتذة ممكن يحل كتير من المشاكل بطريقة أبسط من ما هن بيتخيلوا، أما ما غيرهم بيتخيلوا. يعني هون نحن بوقت إنه نكون كل حدا عم نحد من خسائرنا، بس المدرسة كمان إذا كانت بتصادم مع الأساتذة، الأساتذة ما رح بيعلموا ورح تعرف إنه رح تخسر كثير من التلاميذ يلي رح بيروحوا عند أول مدرسة رح تفتح بوابها. مشان هيك هون برجع بكرر وبقول إنه التصادم بهالوقت الحرج يلي نحن فيه منه لمصلحة لا المدرسة ولا الأهل ولا الأساتذة، فنحن مفروض هلا نكون بموقع إنه كلنا عم نحط إيدينا بإيدين بعضنا، لا تبلش سنة تربوية لنبلش سنة تربوية وإن شاء الله نقدر نكملها، نكون عم نتعاون إن كان بتأمين المحروقات للأساتذة وللتلاميذ للأوتوكارات، نكون عم نتعاون بكل واحد قد ايه قدر يدعم هالمدرسة، يدعم التعليم، لأنه التعليم هيدا أساسي نكون عم ندعمه، الإدارة لازم تدعم، الأساتذة لازم يدعموا، والأهل كمان لازم يدعموا. يعني اللي قادر يلي معه يدفع قصة زيادة مش غلط، اللي قادر هلا السلطات، يعني إذا بنغير بين لبناني بيغيروا بين لبناني دولار، يمكن الأستاذ الأهل يلي مرتاحين إذا عطوا لو مبلغ صغير ولو 10 دولار ولو 20 دولار ممكن يكونوا عم بيساهموا بإنقاذ نظام تربوي مثل منه. نعم دكتورة ندى إدمون معوض بشكرك كثير، شكرا، بتمنى لك يوم موفق، بتمنى ضلك كمان تخبرينا عن إذا بدك هالعودة مع طلابك، لأنه بفتكر كمان نحن بحاجة لنعرف على الأرض كيف هالعودة عم بتتم، أو إذا بدك شو هي الأشياء يلي المستحدثة يلي عم بتصير يوميا. أول أنا كمعلمة أول سنة برجع عم ببكي على المدرسة قد ما متأثرة ومبسوطة إنه راجعة شوفهم، يعني يمكن وصلنا لمرحلة كنا يئسنا إنه ما ممكن نرجع نفوت، الرجعة كتير حلوة، الشعور كتير حلو إنه نرجع نكون عم نتواصل مع الطلاب. أكيد أكيد، شكرا كتير لإليك، تحية كمان لطلابك ولكل يلي رجعوا على المدرسة بهالظروف الصعبة مثل ما قلتي.